تعالوا أبدأ دلوقتي في أول موضوع معانا النهاردة، وهو آخر موضوع ختمنا به الحلقة امبارح. تقريبا امبارح كنا اتكلمنا عن القرار الحكومي اللي طلع بمضاعفة رسوم النظافة على المنازل، ووصلوها لـ40 جنيه بدل 5 جنيه. وخلوني أشرح للي ما سمعش حلقة امبارح. امبارح طلع قانون يطبق من 1 مارس بمضاعفة رسوم النظافة اللي بيتم تحصيلها على الوحدات السكنية، اللي هي الـ بدل النظافة اللي بتلاقيه على فاتورة الكهرباء بشكل إجباري، كان 5 جنيه. امبارح يوم 1 مارس أول امبارح الدولة قررت إن هي تخليه 40 جنيه 40 جنيه مش الخمسة هنخليها 10، مش الخمسة هنخليها 15، 40، من 5 لـ40. وكمان قرروا ان القانون ده يفرض رسوم شهريه للنظافه ما تزيدش عن 100 جنيه للوحدات التجاريه، و500 جنيه للهيئات والمستشفيات والمنشات التعليميه، و700 جنيه للمستشفيات الصناعيه. وكنا جبنا امبارح وعرضنا لكم يعني بالتفاصيل كلها، تقدروا ترجعوا، ان عندنا مثلا المنشات الصناعيه ممكن توصل لـ20,000 جنيه، ويبقى في زياده عندهم 10% كل سنتين. النهاردة بقى يعني احنا هناخد الجديد، يعني مش هعيد نفس الكلام، هناخد الجديد اللي معانا. طلع علينا الأستاذ حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، وقال ان اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات وتحصيل الرسوم الصادر من مجلس الوزراء ده أفضل قوانين في تاريخ مصر. قال لك أفضل قوانين مصر في الإدارة المحلية، وده قانون كده يعني فريد من نوعه، ويحمي المظهر الحضاري وكلام كده كتير. وقال لك ان بعد الحرب العالمية الثانية الدول الكبرى او جزء من الدول الكبرى اعادت بناء نفسها من خلال انها استفادت من المخلفات بتاعتهم. تعالوا نسمع تصريحه ونرجع لكم مرة تانية. يعد هذا القانون من افضل القوانين في تاريخ مصر. طبعا احنا قوانين كتير جدا، قانون المخلفات على البناء، وقانون البناء الموحد، وقانون البيع الجديدين. هذا القانون هو فريد من نوعه فعلا، وبيحمي منظر الحضاري لمصر، بيحافظ على صحه المواطنين، وبيعمل موازنه بين الوزارات المشاركه في هذا الملف. اسمحي لي بس يعني اقول لحضرتك قبل الاجابه على هذا السؤال، بعجاله سريعه، احنا عندنا في صفقه التقرير الصادر من اتفاقيه المهندسين عندنا 50 مليون طن مخلفات في 27 محافظه. نعم. منهم 44% مخلفات بناء وهد لم يتم الاستفاده بيهم نهائي. الحرب العالميه الثانيه، من اثناء الحرب العالميه الثانيه بعد انتهائها، الدول الكبرى اعادت بناء الدول بتاعتهم من خلال مخلفات البناء. بصوا، هي فكره إعادة المخلفات أو إعادة تدوير المخلفات دي واحدة من الصناعات اللي موجودة في العالم كله بمناسبة، وفيها مصر برضو، يعني حتى مصر من الدول اللي شغالة فيها مشروعات كتيرة في الموضوع ده، وعندنا أماكن كبيرة جدا بتقوم على هذه الصناعة، تدوير المخلفات. ممكن مش ناجحة في مصر قوي زي ما هي ناجحة في دول تانية، لأن في الدول الأخرى زي اللي بيتكلم فيها الحكومة هي اللي بتدفع للمواطن مقابل القمامة بتاعته. بمعنى ان في دول مثلا منها اندونيسيا ومنها دول كتيرة في اسيا، ان انا النهاردة معايا ازازة مية، ازازة زيت، شنطة كيس بلاستيك من بتاع الخضار، الحاجات دي كلها كده انا بجمعها، ولما بتبقى وزن بروح اديها في مركز معين، او حتى لو مش بجمعها اول باول انا بروح اتخلص منها في المركز ده، وبيديني نقط. باجي اخر الشهر بلاقي النقط دي تحولت لفلوس او كوبونات او اي حاجه باخدها واستخدمها واصرفها. فده اللي بيخلي ان الناس نفسها بتتشجع. غطيان الازايز البلاستيك، اكياس الزباله، كل حاجه ما هو بلاستيك بيتم تجميعه، والناس هي اللي بتبقى حريصه انها بتروح. فانت بتشجع الناس ان هي تشاركك وتساعدك في تدوير القمامة، وبيديلك البيئة النظيفة، والمواطن بيحس انه استفاد، والدولة بتستفاد لانها بتدخلها في صناعات اخرى. لكن ان انت عايز تعمل ده وفي المقابل بتاخد من الناس الفلوس دي، بتزود عليهم بدل ما بتفكر ان انت تديهم. طالما انت شايف ان موضوع تدوير القمامة دي حاجة تدوير القمامة يعني دي حاجة مهمة وحاجة مفيدة ودول كتيرة اشتغلت عليها، يبقى انا اشجع الناس انها تساعدني وانها تبقى شريكة معايا في الموضوع، مش ان انا اخد منها فلوس وازود عليها وكمان اقول لهم ايه طب اللي عندي فيكم بقى وانا هستغلها وهشغلها. الحاجة التانية
انت بتقول رسوم النظافه، هي فين النظافه؟ معلش يعني فين النظافه؟ وعايزه حد يقول لي ده. انا بشوف المسلسلات المصريه يعني لما بتظهر دلوقتي في القنوات بقى اللي بتبقى جايبه مسلسلات، والله اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ الناس اتعودت على القبح، انا ما بقتش فاهمه هي المشاهد دي في المسلسلات وهم جايبينها عادي، انك تلاقي مثلا البطل ماشي واكياس الزباله جنبه كده كتير، مش قصدينها، والله ما قصدينها، ده هو لان عينيهم اتعودت، العين اتعودت على القبح فما بقتش بتنفر منه. المفروض المفروض عربيات القمامة، طالما انت الزبالة يعني، طالما انت بقى حريص على الشكل الحضاري وحريص على النظافة، ان كل واحد قدام كل منطقة بيبقى فيه واحدة واتنين، انما بين كل عربية والتانية 2 كيلو وتلاتة كيلو وما بنلاقيهاش، وبتتسرق وبتتاخد خردة وحديد وامور كده كتير، فانت بتعوض العجز من جيب الناس وتقول عشان المشهد الحضاري. والله لو مشهد حضاري والناس هتبقى شوارعها نظيفة، لأن خلي بالكم مش اللي ساكنين في مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع والمش عارفة القطامية هايتس هم بس اللي هيدفعوا، لا ده اللي ساكنين في الدويقة والشرابية ومش عارف فين وفين وفين، كل دول برضو هيدفعوا. فهل أنت مهتم بنظافة الشوارع دي زي ما هتهتم بنظافة الشوارع دي؟ ولا هي النظافة بالنسبة لك إن صلاح سالم وطريق معرفش إيه، أنا فعلا نسيت أسماء الشوارع في مصر للأسف يعني، صلاح سالم والتاني الاوتوستراد ان هو ده اللي يبقى نظيف وهو ده بالنسبه لك كده الشوارع النظيفه. لا ادخل ادخل على مستورد، الناس لما كانت بتولع في الزباله عشان مش عارفين ولا حد بيشيلها ولا حد بيعملها، هتزود والخدمه اللي هتتقدم هتتغير؟ الحقيقه اشك جدا جدا في الكلام ده. في كمان برضو تصريح تاني الحقيقه مستفز. لو ممكن نسمع كلام الأستاذ حمدي ده مرة تانية، معلش كلام الأستاذ حمدي اللي لسه بيقوله عايزين نسمعه مرة تانية. يعد هذا القانون من أفضل القوانين في تاريخ مصر. طلعت قوانين كتير جدا، قانون المحاربات على البناء وقانون البناء الموحد وقانون الدفاع للجريدين، هذا القانون هو طريق من نوعه فعلا وبيحمي منظر الحضاري لمصر، بيحافظ على صحة المواطنين وبيعمل موازنة بين الوزارات المشاركة في هذا الملف. اسمحي لي بس يعني اقول لحضرتك قبل الاجابه على هذا السؤال في عجاله سريعه، احنا عندنا في صفقه التقرير الصادر من اتفاقيه المهندسين عندنا 50 مليون طن مخلفات في 27 محافظه. نعم. منهم 44% مخلفات بناء وهد لم يتم الاستفاده بيهم نهائي. الحرب العالميه الثانيه، من اثناء الحرب العالميه الثانيه بعد انتهائها الدول الكبرى اعادت بناء الدول بتاعتهم من خلال مخلفات. الخبر بقى المستفز اللي صدر برضو النهارده وهو استكمالا للخبر المستفز بتاع امبارح، طلعت الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط وطلعت قرار ان يكون في علاوه سنويه. قالت لك خلاص هنرفع العلاوه السنويه اللي هي الدوريه بالقطاع الخاص، قالت لك حد ادنى 70 جنيه. افرحوا بقى. رفعت العلاوه، يعني ده معناها ان هي كانت اقل من 70 جنيه. فهي رفعت لك العلاوه ل 70 جنيه عشان تقدر انك تدفع ال 40 جنيه زياده اللي هتجيلك على فاتوره الكهرباء. وخلوني بس تاني عشان اللي ما سمعش امبارح، ال 40 جنيه دي بحد ادنى وبتوصل ل 100 جنيه بحد اقصى. بمعنى ان الصيف داخل علينا فحضرتك هتشغل التكييف، هتشغل المروحه، الولاد مفيش مدرسه، السهر اكتر، التلفزيون اكتر، كل الامور دي هتخلي فاتوره الكهرباء بتاعتك ترتفع عن الحد المتوسط يعني بتاع الاستخدام، فهتزود. لان هي كل ما زاد استهلاك الكهرباء كل ما هيزيد القيمه اللي محطوطه ال 40 جنيه ده كحد ادنى. فهم النهارده قال لك ايه؟ عشان نحسسهم كده ان في حاجات مهمه جايه لهم، يديك 70 جنيه علاوه وياخد منك 40 جنيه رسوم نظافة، وهو برضو مساعدة من الدولة ان انت تدفع شوية من الجباية اللي الدولة فرضها عليك. انا قلت جباية وطلعت بشكل تلقائي الحقيقة، لان دي جباية، مفيش دولة قائمة على هات 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 وبس، في الدول الاخرى خد خد، دي احنا ما بنسمعهاش في مصر، هات هات اديني اديني اديني. فالحقيقه ده عمل جدل على السوشيال ميديا، والحقيقه مستخدمي السوشيال ميديا راحوا مطلعين هاشتاج اسمه دوله الجبايه. تعالوا نشوف كده جزء من الام الناس اللي ترجموها
في عبارات صغيره عشان تقول لك بس الناس بتفكر ازاي. في عندنا حساب احمد فاروح فاروح كاتب برضو على هاشتاج دولة الجباية: طبعا ارتفاع أسعار السلع والسجاير ورسوم النظافة بسبب الحرب، متهيألي لو النظام فكر ازاي ينهض بمصر علميا وصحيا على مستوى الصناعة والزراعة زي ما بيفكر وبيبدع في فرض الضرائب على الشعب، كانت مصر هتبقى حاجة ثانية خالص. وده كلام والله بقولناه كتير جدا، ده كلام بنقوله كتير جدا جدا جدا. في برضو نبيل بيقول: دولة الجباية تقوم بحل مشكلة عجز الموازنة بزيادة الجباية اللي هتؤدي حتما إلى زيادة الأسعار، والضحية المواطن البسيط. في كمان عبد الرحمن بيقول: الشعب بيشتغل بجد ونشاط عشان يقدر يدفع الفواتير وبس. وحساب تيتو بيقول: الأرقام دي يا جماعة، والأهم هي فين النظافة أصلا؟ دي كانت آخر تويتة الحقيقة معانا النهاردة. ده نفس السؤال: بتفرضوا فلوس، فين الخدمة؟ زودتوا قيمة خدمة ما كانتش بتتقدم أصلا، لما زادت قيمتها هتلاقيها ولا برضو هيفضل الحال على ما هو عليه؟ فاصل ونرجع نكمل معاكم.